احنا النهارده بنتكلم على 1,750,000 جنيه سنويا، حتى لو حضرتك بتقول ان احنا فعلا معناش، بس احنا عبقنا موارد، لان هذا القطاع عليه تبرعات كتير. المساله في حوكمه تبرعات الايتام ووصولها الى مستحقيها، وده الحقيقه احنا بندخل فيه مع جمعيات اهليه ومع الجمعيه الشرعيه ومع جمعيات اخرى كثيره. فاحنا نفذنا امر سيادتك يا فندم ووصلنا ل 20% منهم، وان شاء الله نوصل لغايه ال 30 من غير ما ناخد حاجه، لان كمان دوله الرئيس سيادته وافق ان احنا هناخد 5%. سيادته وافق ان احنا ناخد 5% من تكافل وكرامه بنصرفها في مساعدات، مش لازم دعم نقدي شهري، لكن بندفع مصروفات مدارس، بنجيب لهم ملابس عيد، بنخرجهم، بنعمل لهم حاجات كتير. لكن تأكد حضرتك يا فندم ان شاء الله في ايد أمينة ونحسن لهم الوضع اللي جاي، لان هنحاسب عليهم. دكتور معيط عزز الرقم دوت يعني. ها لا، واحنا كده برضو على الهوا بقى. ها طيب، يبقى نخليهم يعني هو 1,750,000، هنحط 1,750,000، هنحط 1,750,000، يعني يبقى 3.5 كده يا دكتورة. اي فندم، 3.5 ان شاء الله. طيب ماشي، متشكرين. شكرا، شكرا دكتور مصطفى. لا احنا اللي متشكرين يا فندم، شكرا. ما حدش بيجيب حاجة من جيبه، ده جيب مصر. زي ما سيادتك وجهت التيسيرات بتاعت الأسر الكافلة علينا فيها من 8,750 ل 17,675، احنا أكتر من الضعف تقريبا الأسر زادت لما عملنا تيسيرات في الكافلة. وعلى العكس الأطفال في المؤسسات قلت، فإحنا عملنا وأغلقنا، احنا كنا 540 مؤسسة، وصلنا تقريبا أغلقنا ما يقرب من 100 مؤسسة، فده في حد ذاته بيسعدنا جدا. فأنا عملت الشغلانة يا فندم والله، وهزود عليها كمان.